السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شات تراست الجي بي تي، الميزة ان هو سريع وبيطور بشكل كويس. طيب خلينا نسأله اي سؤال، مثلا خلينا نسأله وات از جي بي تي، فبتلاقي الرد بيه اسرع من شات جي بي تي كله جه مرة واحدة. طيب ممكن اقول له وات از ديفرنت between AI and ML machine learning. فتجربة كويسة جدا ان انت تشتغل عليه وهو مفتوح، يعني مش مقفول في بعض البلاد زي الشات جي بي تي. ممكن تعمل له داونلود للابلكيشن اهوت، يبقى عندك على الاندرويد AI chatbots. ممكن تقول له ويب اب، تبدأ تدخل تعمل شات او موبايل اب. هو ده بيقول لك بقى المراحل اللي موجودة، وفي في الفترة اللي جاية هيتم تطويرات قريب جدا. يعني لو انت عايز ديتيل ممكن تدوس هنا تعرف الرود ماب اللي هم عاملينها. دي الحاجات اللي هتتم ان شاء الله في 2023.